بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من استوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. ومباراه مهمه جدا جدا النهارده، ومحطه جديده لفرقتنا ان شاء الله في الدوري الممتاز في ضيافه سموحه بملعب برج العرب في الجوله 26 من الدوري المصري الممتاز. جوله جديده، محطه مهمه جدا جدا في مشوار استعاده الدوري مره اخرى ان شاء الله، والحفاظ وتعزيز القمه اللي بيتصدرها النادي الاهلي برصيد 50 نقطة، ومن بعده فيوتشر برصيد 48 نقطة، وبعدين بيراميدز 43 نقطة، ثم الزمالك في المركز الرابع اللي هو رصيده 39 نقطة، وبيشارك معاه نادي الاتحاد بنفس الرصيد في المركز الخامس. مباراة هنتكلم عنها فنيا كتير، خصوصا انها مش عايز اقول البروفة الأخيرة، هي المباراة الأخيرة قبل موقعة الرجاء المغربي المهمة جدا جدا والجميع انتظرها في دوري أبطال أفريقيا في دور الثمانية اللي هتلاعب إن شاء الله يوم السبت الجاي مباراة الذهاب باستاد القاهرة. أولا مباراة مهمة، مباراة النهاردة مهمة، وزي ما حضراتكم طبعا متذكرين احنا أول امبارح طالعين من الاستاد كان عندنا ماتش مع فاركو، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 3-0، وبالمناسبة الماتش ده هنتكلم بعد كده بس. والنهاردة بعد يومين بالظبط بنلاعب سموحة في الأسكندرية، بعد 3-4 أيام إن شاء الله عندنا ماتش مهم جدا مع الرجاء. لكن بمناسبة ماتش الرجاء بالذات بالتأكيد بنوجه الشكر لكافة مؤسسات الدولة والجهات الأمنية بعد الموافقة على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء والنادي الأهلي يوم السبت الجاي إن شاء الله باستاد القاهرة. ده دافع كبير جدا جدا للنادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي في الماتش طبعا، لأن شفنا الكلام دوت في ماتش الهلال السوداني. جماهير كانت 50,000 أو تفوق 50,000 مباراة الهلال السوداني، وكان الفضل ربنا وتوفيق ربنا، ثم من بعده جماهير النادي الأهلي اللي بتحرك الصخر، جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بتحرك الصخر. وشفنا لعبتنا في المباراة ديت، كانوا هم والجماهير عملوا ملحمة تاريخية، بس ده المعروف دايما عن جماهير النادي الأهلي. كلنا ثقة في الحضور الجماهيري. عايز أقول لكم حاجة بمناسبة الحضور الجماهيري، يمكن التذاكر بتاعت ماتش الرجاء تم طرحها امبارح الساعة 12 بالليل، بعد 4-5 ساعات انتهت التذاكر. انتهت التذاكر، تذاكر مباراة الرجاء انتهت. زي ما عودتنا دايما جماهير الأهلي، جماهير النادي الأهلي في تهافت كبير جدا 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 منها علشان عايزين يروحوا يأزروا الفريق في الماتش المهم جدا ده في دور الثمانية، خصوصا ده مباراة الذهاب وأمام الرجاء المغربي، فرقة من الفرق القوية جدا، وحضراتكم عارفين المنافسة شكلها إيه لما بتكون مع دول شمال إفريقيا.